السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل: اليمن تغرق أول سفينة في البحر الأبيض المتوسط. وإلى التفاصيل. أكدت بريطانيا اليوم الثلاثاء إغراق اليمن سفينة شحن جديدة، ونقلت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري عن طاقم السفينة تأكيده بدء ميلانها على أحد جوانبها مع تدفق المياه إلى داخلها. وأشارت الشركة إلى إطلاق الطاقم نداء استغاثة للأجلاء فورا، كما أكدت إصابة السفينة بثلاث صواريخ يمنية خلال إبحارها في البحر الأحمر. والسفينة وفق مصادر ملاحية تعرف بلاكس، وهي سفينة نقل بضائع سائبة ترفع علم مارشال وتديرها شركة جريهل من مقرها في اليونان. وكانت السفينة وفق تقارير إعلامية في طريقها إلى ميناء الفجيرة بالإمارات العربية، وهو ما يشير إلى أن استهداف السفينة جاء على خلفية كسرها حظر الملاحة إلى الموانئ الإسرائيلية على البحر المتوسط، والتي أعلنتها اليمن ضمن المرحلة الرابعة من التصعيد. ومع أن إغراق اليمن لسفينة الشحن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها ليست الأولى، إلا أن لاكس تعد الأولى التي يتم إغراقها ضمن عمليات المرحلة الرابعة، وهي واحدة من عدة سفن تم استهدافها مؤخرا لخرقها الحظر اليمني في المتوسط. وستمثل العملية انعطافا جديدا في سير العمليات اليمنية التي بدأت بالبحر الأحمر وتوسعت إلى العربي والمحيط الهندي وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث ستدفع الشركات لمراجعة حساباتها في تنفيذ عمليات بحرية إلى موانئ الاحتلال على المتوسط. كما تحمل العملية من حيث التوقيت رسالة يمنية قوية للاحتلال وحلفائها، خصوصا وأنها تأتي ضمن الرد على مجزرة رفح الأخيرة والتي تصاعدت وتيرتها خلال الساعات 48 الماضية، مع إعلان القوات اليمنية تنفيذ سلسلة عمليات ضد السفن وبوارج أجنبية مرتبطة بإسرائيل. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.